ما عندنا الا وطننا وملكنا، هذا هو. وفي هذه اللوحات يعني بينت كاع، لانه الفنان دائما ما كيعرفش، انا بعدا خصوصا انا عارفش نعبر على اللوحه ديالي، لكن بالريشه كنعبر. وحب الوطن كيعمل المعجزات. اسم الهراح توفى، ملقب بفنانة الصحراء من الأقاليم الصحراوية. شاركت في هذا المعرض اللي هو في المستوى، وكان شكر بزاف الأطور اللي سهرات واللي نظمت، اللي فيها
الجامعة العربية وفيها جمعية ألمانية، كنشكرهم بزاف وفنانة في المستوى، وكل واحد على حدة باش شارك، يعني شاركوا بأعمال مهمة جدا. وأنا شاركت بالقارات الخمس كفنانة مغربية يعني صحراوية، دائما كنخدم الوطن العربي بصفة عامة والوطن الأم بصفة خاصة. هاد القارات الخمس كانت فكرة عندي تبرولات في دماغي تقريبا شي 20 عام هذه، من بعد ما عملت استوار دي ماروك اللي كنت هديت لصاحب الجلالة في 2003، فيها كاع الأحداث والإنجازات اللي وقعت إبان الألفية الثالثة في المغرب. وفكرت في القارات الخمس يعني باش هي رسالة من مرأة مغربية باسم كل مرأة مغربية اللي العالم، ان احنا المغاربة تيقول لك يعني صحراوة والناس هذا ما مفاهمينش، يا بالعكس احنا مغاربة من طنجة حتى القويرة. وهذه رسالة للقارات الخمس، فيها التراث المغربية، فيها التراث الإفريقية، يعني مجز ما بين الثقافة الأوروبية والثقافة الإفريقية، وتكذيب الناس اللي يقولوا عنا احنا مغاربة من طنجة القويرة، يعني ما عندنا إلا وطننا وملكنا، هذا هو. وفي هذه اللوحات يعني بينت كاع، لأنه الفنان دائما ما كيعرفش، أنا بعد خصوصا ما نعرفش نعبر على اللوحة ديالي، لكن بالريشة كنعبر. وحب الوطن كيعمل المعجزات حق بعض. مرحبا وسهلا والله، وشكرا، ونقول كل شيء للمغاربة يجيو شوفوا المعرض ديالنا إن شاء الله الرحمن الرحيم، راه غادي يعجبهم الحال، غادي يكونوا إن شاء الله ورشات، غادي يكون بزاف ديال الأحداث زوينة. السلام عليكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على الأزرار الثلاثة، إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس، تشجيعا لنا لنستمر في تقديم كل ما هو أفضل بإذن الله. وأهلا وسهلا بكم في قناة العين تي في.